الولاية على مرور السنوات السابقة فرضت نفسها عنصرا فعالا في المشهد السياسي وتبوأت مكانتها على الخريطة السياسية في البلاد متقلدة مناصب وزارية وعضويتي مجلس الأمة والبلدي لتكون بحق نصف المجتمع من خلال ممارسة حقوقها السياسية. وتشكل المرأة الكويتية اليوم رقما صعبا في العملية الانتخابية، حيث تشكل رقما كبيرا ومؤثرا في نسبة أعداد الناخبين في معظم الدوائر، ويلعب صوتها دورا كبيرا في فوز المرشحين. ولم تكتف المرأة الكويتية في المشاركة كناخبة فقط، بل خاضت ترشيحا لعضوية مجلس الأمة منذ انتخابات 2006، ولكن وصولها إلى المجلس بدأ بالتقلص شيئا فشيئا، وعادة ما تكون المرأة الكويتية أقل حظا ووصولا للمجلس مقارنة بمنافسها الرجل. ورغم العثرات والصعاب إلى أن نجاحات المرأة الكويتية أكسبتها الريادة واستبقى على مستوى المنطقة لما وصلت إليها من مناصب وظيفية متعددة وقيادية، ولم يقف اهتمام دولة الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط، بل تعداه إلى كل ما يتعلق بالمرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.